برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيف النهاردة في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي. هي مشرفنا النهاردة عشان نتكلم على البريمير ليج، أقوى دوري على مستوى العالم، ونتكلم كمان على نجمنا الكبير محمد صلاح. سعيد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، أهلا بيك. منورنا ومشرفنا. منور بوجودك دايما، تحياتي لحضرتك ولجمهور قناة الأهلي. طيب خلينا نتكلم، ويمكن انت تابعت في الانترو البريمير ليج، واحنا يمكن قبل ما نخش كان في فاصل او فيلر بيقول قد ايه البريمير ليج هو، ليه البريمير ليج اقوى دوري في العالم على مستوى المدربين على مستوى اللاعبين. شايف البريمير ليج السنه دي بعد الجوله السابعه، ويمكن بعد الجوله السابعه طبعا المتابع البريمير ليج شايف ان في عدد كبير من الفرق تقدر تقول انها بتنافس او موجوده على خريطه التوب 5 او التوب 7 دلوقتي زي ما بنقول. رؤيتك ايه للدوري الانجليزي بصفه عامه واول 7 جولات من البريمير ليج؟ طبعا البريمير ليج طوال الوقت دوري قوي جدا، الاقوى في العالم، لكن السنه دي بالتحديد البدايه قويه جدا بشكل غير عادي. يمكن باين من البدايه قوي ان انديه القمه او الانديه المتصارعه والمتنافسه على اللقب واضح انها بادئه بشكل قوي، واضح انها استعدت في الصيف بشكل كويس، واضح انها لدرجه كبيره جدا كملت النواقص عندها الا يعني بعض الاحتياجات الصغيره عند بعض، يعني مثلا مانشستر سيتي ناقصه مهاجم، ايضا ممكن نشوف مانشستر يونايتد ناقصه بعض الحاجات، لكن واضح ان الاستعداد كان اقوى هذه المره، التنافسيه اعلى بشكل كبير. البدايه المسج اللي وصله كل فريق من انديه القمه بدايه الموسم بيقول ان ده هيبقى موسم استثنائي وانه قادر يكون منافس لاخر لحظه على اللقب. كمان مش بس انديه القمه، لما تيجي تبص شويه في الجدول تحت تلاقي مفاجات زي برنتفورد الصاعد حديثا. احنا اتعودنا في الدوري الانجليزي دايما غالبا كل موسم بيكون فريق صاعد من تحت بيقدم مفاجاه مش بس على مستوى النتائج لكن على مستوى الكوره والتكتيك والاداء الجميل. كمان شفنا برايتون استمراريه لما قدمه على المستوى التكتيكي الموسم الماضي ايضا بيترجمه هذا الموسم الى نتائج. فبشوف ان بدايه البريمير ليج هذا الموسم هي بدايه قويه جدا جدا جدا، وترجمت امس بلقاء ليفربول ومانشستر سيتي القمه اللي قالت ان كلاسيكو الليجا ريال مدريد وبرشلونه مات فعليا واصبحت اهم مباراه في العالم هناك في البريمير ليج. نقله كبيره جدا جدا، اعتقد ده نتاج تخطيط وشغل سنوات طويله، ناس بتشتغل بشكل علمي وصلت الى هذه المرحله، واعتقد ان احنا لسه محظوظين بان احنا هنشوف تنافسيه اكبر، هنشوف كره امتع، وهنشوف موسم استثنائي، موسم عظيم جدا. صحيح.